الحقيقة اللي لاحظه أن الشباب يسولفون ضحكاتهم خفيفة، يعني يلا تسمعها، يمكن من النادر تسمع واحد صوت شاب يقهقه بشكل عالي، ولكن للأسف بالجانب النسائي اللي نشوفه يعني صيحات الضحك عالي بشكل ما تتوقع، تخيل أنه حتى أكثر اللي في الكافية ولا أكثر اللي في المطعم يتلافتون، وفي نفس الوقت يعني اللي يدعي لهم يقول الله يهديهم، واللي يقولوا لهم قلال حية. وفعلا ليش يا بعض البنات، أنا لا أعمم هذا الكلام يا أخي، للأسف يعني الصوت عالي، سواليفهم فوق ذلك، والله حتى تستحي من بعض السواليف انك تسمعها، قد السواليف غصب انك تسمعها، لا احد يقول انك تسترق السمع، الا تسمع السالفة تجيك لحدك، بالاضافة الى صوت الضحك، والله انواع الضحك قسم بالله انك تتنفس من ضحكهم ومن سواليفهم. فوق ذلك الصيحات يا اخي، ترج الكافي رج بسبب صيحة، ماخذي الامر عادي وناسة، ما هي بهذا المكان هذا، عفوا ما هم ملك لكم، المكان هذا ليس ملك لكم، المكان هذا حق الجميع أن يستمتع، الجميع يستمع، الجميع يتونس في هذا المكان. وبعدين نتمنى حقيقة من أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم إنهم إذا رأوا هذا الشيء ومثل هذه يعني يستأذنونهم، يعني معليش المكان راقي، المكان هادئ، المكان فيه ناس غيرهم. يا أخي للأسف والله شيء محزن وشيء مخجل، الشباب صاروا يخجلون والنساء البنات عفوا صاروا جريئات لا يخجلون،